بركان الغضب غضب وطر من تيابه. واللي ما يسمع نصيحة حيفارق أحبابه. خليك في بيتك 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 لازم نبتسم. خليك في بيتك 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 لازم ننتصر. بلاش الاستهتار الوضع كله دمار. بلاش الاستهتار الوضع كله دمار. بوباء الانتشار لازم ننتصر. كلمة شكر وامتنانا أوجهها للطواقم الطبية أينما تواجدت المحلية منها والعالمية. هذه الكوادر التي تحارب من أجل إنقاذ البشرية من شر هذا الوباء الذي اجتاح العالم دون التمييز بين أطياف البشر معرضين أنفسهم للعدوى منه. أكرر شكري لهم. خليك في بيتك 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 لازم نبتسم.